شكرا لكم، تفضلوا بالجلوس. تفضلي يا معلمتي، هذه باقة من الزهور لك. شكرا لكم، ولكن ما هي مناسبة هذا الورد؟ يصادف اليوم عيد الأم، وأحببنا أن نعبر لك عن حبنا بهذه الطريقة. شكرا لكم. وبهذه المناسبة أرى أنكم اخترتم موضوع الدرس لهذا اليوم، ولكن اسمحوا لي أن أضيف عليه موضوعان آخران، لأن كل منها يكمل الآخر. وما هما يا معلمتي؟ موضوع ذكرى معركة الكرامة الذي يأتي دائما مع عيد الأم، وأيضا فإن معركة الكرامة وعيد الأم يتزامنان دائما مع حلول عيد الربيع، وإني لأرى أن هناك علاقة قوية بينهما، علاقة الحب والفداء والحياة. لهذا دعوني أبدأ الدرس على طريقتي. أريد إعرابا يعبر عن هذه المناسبات كل منها على حدة، نحوا وتعبيرا، فمن منكم يعربها لنا؟ وسنبدأها بمعركة الكرامة. اسمحي لي يا معلمتي. تفضل. معركة الكرامة معركة هي مبتدأ بدأ بها الجندي الأردني معركته ضد الغطرشة والتسلط والإهانة، فرفع هامته نحو السماء مقدما روحه فداء للكرامة الأردنية وعزتها، فإما النصر أو الشهادة في سبيله. أبدعت يا فارس، والآن أريد أن أستمع إلى إعراب كلمة الكرامة من الطالب يزيد. حسنا يا معلمتي. وأما الكرامة هي اسم مضاف لمعركة، وما أجملها من إضافة، سيما وإنها دفاع عن أرض الآباء والأجداد، ودفاع عن وجودنا والعيش بكرامة، فكانت كرامة النصر تاجا زينا به رؤوسنا إلى يومنا هذا. أبدعتما في الإعراب وفي التعبير عنه، شكرا لكما. والآن نأتي إلى المناسبة الأخرى، ألا وهي عيد الربيع، فهل من متبرع ليعربها لنا أم أختار أنا؟ أنا متبرعة لإعرابه يا معلمتي، فهل تسمحين لي؟ تفضلي ودعينا نرى ما عندك من الإعراب والتعبير. عيد الربيع، عيد هو اسم لبداية كل فرح يحمل في ثناياه كل الضحكات والابتسامات، وكل تجديد لكل ما هو جميل. هو اسم يذكرنا بكل المشاعر الطيبة لكل من حولنا، به تنمو بذور الصفح والغفران والمسامحة، به تتجدد النفس للحياة. وأما بالنسبة لإعراب كلمة ربيع، هي مضاف إليه، وهو فصل يجر وراءه كل خصب وخير لعام يطل بالحب. وإذ ما اقترن بالعيد فإنه بالحقيقة فرصة لتجديد الروح والبدء من جديد، كما لو أننا عطره وورده وأريج زهره نهديه لمن حولنا. أرى أنكم في كامل جهزتكم لهذا اليوم، وأنكم تتفوقون على أنفسكم، وبالحقيقة أشعر بالفخر بكم. والآن بقيت عندي جملة واحدة بمناسبة عيد الأم، وهي الأم مدرسة، وبها ينتهي درسنا لهذا اليوم، وبدونها يبقى ناقصا. الأم مدرسة، من يعربها ومن ينصفها التعبير؟ أنا يا معلمتي، فلدي شيء أقوله. تفضلي فالجملة لك بالكامل. الأم مدرسة. الأم هي المبتدأ الحياة وبلسمها، هي القامة الرفيعة، هي الصدق والحب والعطاء، هي المبتدأ لكل ما هو جميل في حياتي، هي العتبة الخضراء في مسيرة حياتي، هي أمسي وحاضري ومستقبلي. والمدرسة هي الخبر الأكيد لواقع حياتي، من دونها ليس لي خبر، ليس لدي معنى لحياتي، هي الخبر الأكيد لكل معاني الشكر والتقدير والعرفان، مبتدأ الأم الجميل في حياتي. الله الله، ألا يستحقون التصفير؟ هل لي أن أسألك يا معلمتي؟ تفضل. لقد حضرنا أنا وصديقي شعرا بمناسبة عيد الأم، بعيدا عن الإعراب والتشكيل، فهل تسمحين لنا؟ بالتأكيد، ولكن لا تطيل علينا.
أمي أمي وثوبها لم ترز كرامة مثل معتك النبيد مطلب وغاية ريتك على قلبي دقة وشامة والموت لجلك ما هو بحقك كفاية يما بعيدك أحني راسي بالقامة كل عام وانتي للشرف غاية لو بيديك لو بيداضيك العمر وياما وروحي تسقيها من دم قلبي سقايا ومهما طال العمر وعواما تبقي على راسي علم مهدايا الله الله كم أنتم رائعون في هذا اليوم لقد عدتم بي إلى ذلك الحنين عندما كان يمر عيد الأم وأنا على مقاعد الدراسة في بلاد الغرب فيأخذني الشوق إلى حضن أمي عندها أستمع إلى أغنيتي المفضلة في عيد الأمي